ورجعنا لكم مره ثانيه. وصلنا معاكم لاخر فقرات حلقتنا النهارده استشاره طبيه. عفوا، استشارتنا الطبيه النهارده هتكون عن مشاكل وامراض المفاصل والعظام. مفيش اختلاف على انها من اكتر واشد الالام المزعجه جدا، واحنا معودينكم ان احنا بنتكلم عليها بقالنا فتره بين كل الفئات العمريه كبير وصغير. وزي ما بنقول كده ان كل ما نكتشف بدري المشكله فين ونحاول نحلها، ده بيكون اسرع في استجابه العلاج. لان للاسف بعض الاعراض زي سماع صوت طرقعه او وجود الم واحنا ماشيين او بنتحرك، لو ما انتبهناش ليها ممكن ندخل في مشاكل اكبر، واحيانا بتوصلنا بعد الشر يعني لتغيير مفصل. عشان كده هنعرف ازاي نقدر نحافظ على نفسنا ونتجنب الم العظام والمفاصل من خلال المكملات الغذائيه. والمكمل الغذائي اللي احنا بنتكلم عليه النهارده هو الجوينت بيكس. ومعانا ومنورنا دكتور احمد رأفت، اخصائي العلاج الطبيعي والمستشار الطبي لشركه بيكس فارما. هيكلمنا اكتر عن العلاج ونعرف كل تفاصيله وازاي نقدر ناخده. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام كله بخير. عايزين نعرف من حضرتك كده ازاي نبتدي نكتشف ان احنا عندنا مشكله، مش بس حاجه ممكن نتجاهلها زي الطرقعه والكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده. تمام، هنبدا الاول نفصل الاول عشان نبقى الدنيا واضحه اكتر. مبدئيا المفصل، المفصل ده اساسا اي مفصل في الجسم بيتكون منه عضمتين راكبين على بعض، واحده فوق واحده تحت، وجواهم اربطه وما بينهم الغضروف اللي بيحمي المفصل من التاكل. تمام، وحواليه كبسول، الكبسول دي هي اللي بتحافظ على السائل اللي جوه المفصل. أوكي. واللي هو بيخلي الدنيا فيها زي زيت او حاجه بتتحرك بسلاسه فما يحصلش احتكاك. ده كده المفصل مبسط يعني. فطبيعي دلوقتي احنا عضمتين على بعض، احنا بنتحرك عليهم بنستخدمهم في الحركه او في اي حاجه، عمالين يشتغلوا طبعا. اللي بيحصل ايه؟ ان الغضروف في النص هو اللي حاميهم. صحيح. طيب انا دلوقتي لو طبيعي ان انا بتحرك على حاجه وبشتغل بيها كتير، ايه اللي هيحصل؟ تبدا تتاكل او تبدا تصغر شويه، فالجسم يبدا يبنيها تاني. ده كل يوم على هذا الوضع. صحيح. طيب لما يبدا الجسم بقى يكبر شويه في السن، او انا ما كنتش باكل كويس وما عنديش مخزون من المواد اللي انا محتاجها عشان ابني بيها الحاجه دي، فطبيعي مش هلاقي. فاللي هيحصل ان الغضروف يبدا يتاكل او يبدا يتكسر تدريجي، يبدا ان العظم نفسه هو اللي يحتك ببعضه. هنا بقى يبدا يحصل المشكله اللي احنا بنحس بيها اللي هي الخشونه. قبل كل ده بيبقى فيه حاجات انديكيتورز ان في بين، او في يعني مثلا لو في بين، انا لو بطلع السلم في الم في ركبتي، دي بدايات خشونه. مش هنقول ان هي خشونه بس هي علامه ان كده بدايات خشونه. لو انا مثلا ركبتي بتطرقع كل شويه رايح جاي، ده معناه ان بالسائل نفسه اللي موجود جوه بدا يقل، فبالتالي ده معناه ان انا داخل في مرحله خشونه. صحيح. من احد الحاجات الثانيه ان هي لو في التهابات او بتورم، دايما بتلاقي محمره الركبه او بعد مجهود، ده تعرف برده ان دي كده داخله في مرحله خشونه. فدي من احد الاعراض المهمه قوي اللي انا لما الاقيها لازم ابدا اشوف ايه الاسباب. هل انا بستخدم فعلا المفصل بزياده قوي فلازم اريح، ولا محتاج ان انا اشوف الغذاء بتاعي اصلا ناقص ايه؟ صحيح. عشان اعوضه ده. فدي كده بس الانديكيتور بتاعت المشكله وازاي المفصل بيتكون اصلا. اوكي فاهم. يعني في ناس بتقول يعني بتمشي بالعكس، يعني علشان بيبتدوا يحسوا بالحاجات دي فيبتدوا يريحوا نفسهم عشان ما يحركوش المفصل كتير. تمام. وده مش صح. يعني المفروض ان احنا بنعمل ايه يعني عشان نتفادى موضوع التهاب المفصل او ان احنا يبقى عندنا خشونه مفاصل؟ طيب هو مبدئيا كده اول حاجه انت لسه قايله دلوقتي ان الناس كتير قوي لما بتتعب دلوقتي بتريح. ده اول حاجه عملوا ابحاث جديده كده قالت ان لا، عدم الحركه بيؤدي الى ان العضله بتضعف اكتر وان المشكله بتسوء اكتر. انما لو انا حتى على الاقل اتحركت في المجال اللي مسموح لي بيه من الالم او اللي اقدر استحمله، مع الوقت هيبدا تدريجي المفصل يتحرك معايا بشكل اوسع واقوى ومش هحس بالبين ده اساسا. لان هو المخ يبدا يحس ان هو طب ما انا طبيعي، انا الحركه عندي كويسه ما فيهاش مشكله، طب انا حاسس بوجع ليه؟ انما طول ما انا شايل ايدي مثلا او محافظ عليها ومش قادر اخليها تتحرك، هفضل حاسس بالالم، وبالعكس المخ هيزيد اصلا في احساس الالم. بالزبط. لان انا قاعد شايلها جنبي. غير كده كمان ان انا بضعف العضله اكيد. هي بقى دي النقطه. ان كله بيضعف كل ما انا مريحها، فطبيعي بقى اول ما افك واقول انا كويس هلاقي نفسي لا تعبان ومش قادر اعمل حركه طبيعيه جدا. أوكي. دي مشكله كبيره قوي. تمام. فعشان كده دايما لازم لما نحس بالالم اولا طبعا لازم نشوف ايه سبب الالم. صحيح. ولو حاجه من الحاجات اللي انا قلتها لازم نروح للدكتور نكشف طبعا عشان نعرف ايه العلاج المناسب. واهم حاجه نبص بقى على الغذاء بتاعنا. الغذاء بتاعنا اخباره ايه؟ لان جزء كبير جدا من المنا معتمد على الغذاء بتاعنا. احنا كلنا عندنا مشاكل في التغذيه يا دكتور، كبار وصغيرين. ده حقيقي. محدش بياخد الغذاء الكافي ولا الفيتامينز اللي محتاجها. ده حقيقي. ليه بقى؟ ايه السبب؟ لان احنا كلنا اتجهنا ان احنا ناكل بسرعه. بالظبط. وما بناكلش في مواعيد ثابته. مظبوط. وجباتنا بقتش متنوعه، بقينا قدر الامكان عايزين اي حاجه فاست فود او اي حاجه سريعه ناكلها. مش فاست فود يعني بنعمل ميه بره، بس فكره ان هي حاجه سريعه. ساندوتش على السريع عشان يلحق يعمل حاجه او رايح مش عارف فين، فبقت دي حاجه اصلا اساسا
في حياتنا، ما بقيناش بنقعد زي الاول نقعد ناكل براحتنا وعلى مهلنا. اولا الوجبه زمان كانت بتبقى محطوطه فيها تنوعات كتير، صحيح. ما بقتش موجوده، فده نقص عندنا حاجات كتير قوي. بالتالي بدانا نعتمد على المكملات الغذائيه بشكل اكبر بكتير قوي. هتلاقي معظم دكاتره التغذيه دلوقتي لازم بيوصف مكمل غذائي في حاله نقص حاجه معينه. أوكي. ده كتير جدا دلوقتي، دي لان ما بقاش حد يعوضها. والاكل نفسه نوعيته اتغيرت. للمفاصل، هل المفاصل كمان بتحتاج مكملات غذائيه، بتحتاج فيتامينات معينه؟ هنا بقى دي النقطه، ان احنا كنا بنتكلم لسه على الجوينت بيكس. هو الجوينت بيكس معمول مخصوص للمفاصل، مش معمول لحاجه تانية. مكوناته هو بقى مكوناته هو مكون من 5 مواد اساسيه، اللي هي اللي بتدي المفعول السحري بتاع الجوينت بيكس. اولهم كوندروتين، يعني احنا بص ده اللي مكتوب عليه ان هو يسهل حركه المفاصل، تخفيف الورم وبناء الاربطه والغضاريف ويخفف الالم. كل ده مكتوب بناء على ايه؟ بناء على الـ5 مواد اللي احنا هنقولهم. يعني احنا قلنا اول مادتين كوندروتين والجلوكوزامين. المواد دي هي المواد البنائيه للغضروف، يعني هي دي المواد اللي بتبني الغضروف اصلا جوه الجسم. الجسم بيفرزها اصلا داخليا عشان يبني بيها الغضروف بتاعي. فطبيعي انا لما بكون زي ما قلنا بقى بنكبر في السن، فده بيقل. او انا ما باكلش كويس الحاجات اللي فيها المواد دي، فالجسم يقدر يمتصها ويخزنها، فمش عارف اجيبها من بره. فبالتالي هو المادتين دول اساسيتين موجودين في الجوينت بيكس عشان يبني بيهم الغضروف بتاع اي مفصل، طبعا مش المفصل بتاع الركبه بس. بس هو اساسي ان هو بيوجه دول للمفصل عشان الغضروف يتبني. تاني ماده على طول اللي هي الهيالورونيك اسيد، وهي دي السائل اللي موجود ما بين المفصل اصلا. اللي احنا بنقول عليه لما بيقل بنوصل لخشونه، فهو ده السائل احنا حاطينه برده جوه البيل نفسها عشان خاطر يبقى دي في دايما اوفر فلو منه، حتى لو بينقص فانا بعوضه. فبالتالي ده اللي بيعمل سهوله في الحركه. يعني هي لو ربطناهم بالكلام هتلاقي سهوله الحركه جايه من ده. حته عدم الالم جايه بسبب ان احنا في البرومالين والجينجر. المادتين دول مادتين طبيعيتين، واحده موجوده في الاناناس. البرومالين دي مستخلص من الاناناس وهي مضاده للالتهابات. والثانيه اللي هي الجينجر، ده اللي هو الجنزبيل، ده موجود بنشربه كلنا. ده مسكن طبيعي ربنا خلقه. ده فيديو يا دكتور بيشرح ايه بقى اللي حضرتك كنت بتشرحه؟ اللي بيشرح المفصل زي ما كنا لسه بنقول من شويه، ان المفصل مع الضغط الكتير بيبدا يتكسر، ويبدا تدريجي الحركه كل ما تزيد اكتر كل ما الغضروف نفسه بيتاكل بقى اللي حوالين العظمه. ده الحمايه اللي ما تخليناش نحس بالالم. طالما بدات تختفي كده، فاللي بيحصل ان العظم نفسه يبدا يحتك ببعضه، فيبدا يعمل مشاكل، ان العظم نفسه يبدا يكون نتوء عظمي. النتوء ده هو اللي بيعمل بقى بين جامد جدا جدا، ومبقاش فيه حركه، ومبقاش قادر اقف على ركبتي خلاص. فبالتالي بنوصل لمرحله ان احنا لازم نغير ركبه، لان خلاص ما بقاش فيه. يعني بصوا بيتاكل ازاي خالص، هو بدات النتوء العظميه تبان اهي. فبالتالي بصوا الحركه تبقى عامله ازاي، مفيش بقى اي سلاسه خالص، ولا في اي نوع من انواع ده. بالعكس كده الدنيا، يعني اي حركه من دي حتى لو بسيطه هو هيحس بين طبعا. وطبعا هيبقى في بقى ورم وفي التهاب جامد بسبب المنظر ده. لان العظم اول ما بيحتك خلاص ده بيعمل التهاب قوي قوي، لانه يعتبر كانه كسر. واحتك ببعضه كانه اتكسر، فيبدا يحس ان هي الحته دي مكسوره، فالجسم يبقى فيه ميه كتير ويبدا تزرق. هو ده اللي بيحصل بالظبط. فعشان كده الجوينت بيكس موجه للنقطه دي، لتاكل الغضروف اللي حصل ده هو بيمنعه. لان هو بيخلي الدنيا فيها دايما اللي يبني اكتر اسرع بكتير من اللي انا محتاجه كمان. وتاني حاجه ان هو زي ما قلنا بقى، لو في التهاب او في وجع، فهو الجينجر والبرومالين دول مادتين جوه بيقضوا على الحاجتين دول. فهو بيحس انه مرتاح، ده اللي في حاله العلاج. انما احنا دايما بنفضل نقول خدوا قوقايه عشان ما نوصلش اصلا للموضوع ده. فطبيعي انا لما باخد قوقايه فالغضروف عندي بتبني سريع، بتبني كتير. فمش هوصل اصلا للمراحل دي خالص، حتى لو انا رياضي وبدوس على الجوينت بشكل رهيب. طول ما في اللي بيبني، طول ما انا تمام مفيش اي مشكله. يعني سؤال يا دكتور، انت احنا دايما بنشوف كبار السن هم اللي عندهم مشاكل الركب او الرياضيين، بس في ساعات برضو بنشوف الناس اللي عندهم 80 و90 سنه والله ما شاء الله بيجروا بيتمرنوا وبيمشوا وما فيهمش اي مشاكل. أوكي. يعني هي مش الزمن هو اللي هيعمل فيها كده، على قد ان الاهمال هو اللي هيعمل فينا كده. هو زي ما اتفقنا ان هو الغذاء والرياضه. يعني مهما وصل البني ادم لسن يقدر، طول ما هو محافظ بالمكملات الغذائيه والغذاء والرياضه يقدر يفضل تمام ولا ليها عمر افتراضي يزيد خالص ركبة. خالص طول ما هو محافظ على عضلات المفصل اللي شغاله معاه، ومحافظ على المفصل، ومحافظ على مكملات اللي هو جسمه فيه دايما الغذاء المطلوب عشان يتبني، عمره ما هيوصل لاي مشكله خالص. لان هي العضله مالهاش دعوه بسن، المفصل هو اللي مرتبط بالسن زي ما قلنا، عشان خاطر الحاجه اللي بتتغذى بيها بتقل. فانا لما بدي له من بره فخلاص انا ضمنت ان المفصل هيفضل سليم. العضله بقى مالهاش دعوه باي سن خالص، طول ما انا بقوي عضلاتي طول ما انا هفضل كويس جدا. ما هي دي عقليات موجوده برده في مجتمعنا يا دكتور. تلاقي مثلا من بدايه من مش هقول لك بقى من 60 من 40 50 كده تقول لك انا كبرت خلاص، أنا بقى انا عجزت انا مش عارفه ايه. لكن بره ما فيش الكلام ده، وهنا طبعا اقليه جدا بيهتموا بقصه التغذيه وكده. ما هو ده فرق واضح جدا ما بيننا وما بينهم بره. انت يعني حتى انت هنا لو شفتيهم هنا بره بيبقوا جايين الهرم
بيتمشوا تمشيه في الهرم، غالبا انا شخصيا ما اقدرش امشي بالظبط. بنشوف ما شاء الله هم ليه؟ لان هم دايما يومين عندهم رياضه، اكلهم صحي قدر الامكان، لازم دايما بياخدوا الغذاء المطلوب، فلو مش هياخدوا من الاكل بياخدوا من المكملات. هم دايما بيحافظوا على صحتهم بره قوي. احنا هنا بيبقى عندنا فكره ان هو يعني الحمد لله اهي ماشي، احنا هناخد زماننا وزمن غيرنا. نرجع لجوينت بيكس، مكوناته، هل المكونات دي فيها حاجه مثلا مضره بالمعده يعني؟ لا خالص، تقيله على البطن. احنا عارفين دايما ادويه العظم بتبقى تقيله على المعده شويه. اوكي، ده احنا زي ما اتفقنا بقى هو مش دواء، هو مكمل غذائي. حلو قوي. ده رقم واحد، مكمل غذائي بمعنى ان هو دي حاجات اصلا احنا بناخدها من الطبيعه وموجوده جوه جسمنا الطبيعي، فانا مش قادر ان انا انتجها بكفاءه او ان انا قادر اخدها من الاكل بكفاءه، فباخدها في شكل بيل. فطبيعي، هي امنه جدا، ما فيهاش اي مشكله خالص، ما بتاثرش على اي حاجه، ما لهاش اي اعراض جانبيه. ده بالعكس، ده حتى لو زادت عن حدها الجسم بيتخلص منها. يعني ما فيش، انت لو اكلت مثلا فيتامينز كتير بشكل ما مش هيحصل لك تسمم، بس لا الجسم هيتخلص من الزياده. لان يعني في فيتامينز بيبقى ليها اضرار يعني، بس مش جوينت بيكس مش منهم، لان الحاجات اللي فيه دي كلها موجهه لحاجات طبيعيه جدا. لكن انا بنتكلم ان جنرال، المكملات الغذائيه ما لهاش اضرار جانبيه. اوكي، طيب بالنسبه للفئات العمريه اللي تقدر انها تاخد الجوينت بيكس، لينا عمر معين ولا هو من اول ما يقدر يبلع الحبايه اوكي؟ بس انا دايما بفضل دايما نقول 16 سنه عشان يكون حتى خلاص وصل الايدج ان هو بقى كبير، بقى خلاص نموه خلاص بدا يبقى بيقف شويه. في نفس الوقت هو بدا يكون رياضي محترف او بيكون بيلعب كتير، بيعمل حاجه معينه فيها حركه في الجوينت، فيبدا يحافظ على نفسه. انما اللي قبل كده كله هو غالبا بيكبر وكل حاجه بتنمو وجسمه بيبني بنفسه اسرع بكتير من ان هو يحتاج ياخد مكملات، الا في حالات الضروره بقى اللي شفنا التحاليل في حاجات ناقصه معينه. أوكي. فساعتها بنوجهه ان هو ياخد مكملات. طيب هل الكورس ده يا دكتور يعني ليه وقت معين ولا بفضل اخده على طول؟ لا هو باخده على طول. على طول. ان هو حفاظا على اللي عندي، زي ما اتفقنا هو ديلي ريكومندد دوز، دي الحاجه اللي انا محتاجها النهارده. انا خدت الحبايه النهارده فدي الكميه اللي انا جسمي هيستغلها النهارده. بكره انا محتاج تاني لان انا هتحرك تاني وهمشي تاني، فبالتالي هي حاجه لايف تايم طالما انا مش قادر اوفر ده من اي مصدر اخر. وده بيحصل كتير ومش هنلاقي ناس بتوفر ده من مصادر اخرى. طبيعي. فالافضل ان احنا نلتزم بحاجه ثابته عشان نفضل دايما بصحه. حلو، احنا برضو عايزين نستغل وجود حضرتك كده وتقول لنا روشته منظمه كده للحفاظ على صحه المفاصل. طبعا. 1 2 3 4 لكل اللي بيسمعونا، يبقى ينصحوا اولادهم، ينصحوا امهاتهم، بس ادينا ستيبس كده نعملها. طيب. اول ستيب ودي الاهم خالص، ان احنا لازم نحافظ على الرياضه حتى ولو 10 دقائق في اليوم. يعني مش هنقول ان هي لازم جيم، بس لازم على الاقل يوميا يكون في حركه لكل مفصل في جسمي. ما سيبوش قاعد في وضع ثابت. صحيح. دايما الركبه والكوع والكلام ده والكتف، في حركات معينه كده معروفه طبيعيه من غير وزن من غير اي حاجه. ممكن اعمل 10 عدات كل يوم الصبح، انا نشطت العضله وزودت الدوره الدمويه، وفي نفس الوقت جسمي بدا يفوق، بدات احس ان انا فيها طاقه. تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم نشرب ميه كتير. ما ينفعش نقلل الميه. جسمنا معظمه المفروض نسبه الجسم 56% او اكتر ميه، ده المفروض. احنا بنكتشف ان معظم الناس دلوقتي نسبه الميه عندهم اقل من 50%. صحيح. حاجه و40%. مظبوط. وده قليل قوي. ده كده معناه ان في جسم فيه نقص ميه، وده بالتالي بيسبب الم، بيسبب مشاكل في المفاصل، بيسبب ضعف في العضلات. لان العضله برده محتاجه ميه عشان تكون واخده وضعها الطبيعي، شكلها. صحيح. الطبيعي. صحيح. اخر حاجه بقى، المكملات الغذائيه دي مهمه جدا ان احنا نلتزم بيها ونحافظ عليها عشان يكون جسمنا دايما فيه اللي يكفي من اي حاجه. سواء بقى جوينت بيكس ده اساسي طبعا زي ما المفاصل زي ما قلنا، وفي فيتامين دي، في كالسيوم، في حاجات تانية مهمه قوي برضو لجسمنا لازم ناخدها عشان نحافظ عليه في احسن وضع. دكتور، فيتامين دي علشان ابتدي اخد فيتامين دي، هل لازم ابقى عامله تحليل فيتامين دي وكذا، ولا ممكن اخده برضو كوقايه؟ لا، هو ممكن تاخد كوقايه عادي جدا، ما فيهوش مشكله، لان كده برضو زي ما اتفقنا الحبايه فيها الديلي ريكومندد دوز، ده اللي انا محتاجه النهارده. مش محتاجه على مدار اسبوع. في حاجات مكملات غذائيه بيبقى الرقم اللي فيها اعلى بكتير، ده بتبقى واحده في الاسبوع. انما الفيتامين دي الفي دي بيكس اللي تبع شركه بيكس فارما. أوكي. ده المفروض ان هي الديلي ريكومندد دوز في اليوم. فانا لو خدته النهارده هيكفيني النهارده، هحتاجه تاني بكره. طب ده يخليني اسال حضرتك، ممكن تقول لنا المكملات الغذائيه الثانيه اللي بتقدموها شركه بيكس فارما؟ تمام. احنا قلنا الجوينت بيكس ده خلاص اساسي. تمام. قلنا الفيتامين دي اللي هو احنا معانا الصوره اهي برده، متهيألي هي دي بقى. احنا قلنا جوينت بيكس، وقلنا في دي بيكس اللي هو الفيتامين دي، واللي جنبه السي دي زد بيكس ده الكالسيوم. ده مهم جدا عشان العظم، محتاجينه عشان نبني خلايا العظم بتاعتنا. وفيتامين دي مكمل معاه، لازم الاثنين مع بعض. يعني ما ينفعش اخد كالسيوم لوحده، ما ينفعش اخد فيتامين دي. فيتامين دي ممكن اخده لوحده لاسباب ثانيه، انما كعظم لازم اخد الاثنين، لازم اخد كالسيوم وفيتامين دي مع بعض عشان يخشوا جوه العظم ويعملوا بايندينج، فيبدا يتكون الخلايا العظميه. واخر حاجه خالص اللي هو الالب مالتي فيت،
ده مالتي فيتامين فيه كل الفيتامينات الباقية للجسم، زي الزنك، زي المغنيسيوم، زي البوتاسيوم، زي الفيتامين بي كومبلكس كله اللي هو المفيد بقى للأعصاب والآلام والكلام ده كله. احنا المكونات بتاعت الاربع منتجات دي طبيعيه ولا فيها مثلا مزودين عليها حاجات كيميائيه؟ لا كلها طبيعيه 100% وكلها مصريه 100%، ما فيهاش اي نوع من انواع الحاجات الكيميائيه خالص. اوكي. احنا بنتكلم عن مكمل غذائي مناسب للرياضيين، مناسب للناس اللي ما بتمارسش رياضه، ومناسب كمان للشباب من اول 16 سنه. حقيقي مظبوط. الحوامل بقى، هل لو واحده حامل تقدر ان هي تاخد المكملات دي؟ ما تقدر، بس برضه انا هقول لك ان الحوامل اصلا ليهم برضه تحاليل مخصوص وليهم نسب اعلى بكتير من الناس الطبيعيين. فاحنا لو هنديهم فلازم يكونوا برضه موجودين مع دكتور عشان يوصف لهم الدوز المظبوط بناء على اللي هي ناقصها. لان الحمل اصلي بيبقى فيه كذا اوبشنز للبيبي، حاجات وهي حاجات، فالتحاليل لازم تبقى مظبوطه والنسبه مظبوطه. انتوا بتعملوا تحاليل لاي كيس بتجيلكم؟ اي حد لازم هنعمله تحليل طبعا، ونشوف النسبه قد ايه ونشوف هو محتاج دوز قد ايه. بس احنا دلوقتي اللي بنتكلم الحاجات دي لو بالنسبه للبني ادم او الانسان الطبيعي اللي ما عندوش مشاكل اصلا، فدي الديلي ريكومند الدوز اللي هو محتاجها يوميا. اوكي. كبني ادم فانكشنال في الحياه ما عندوش اي مشكله. لكن يعني لو عنده مشكله بتبتدي، لكن عنده نقص، بنشوف بقى النقص ده قد ايه والنسبه محتاجين نعليها قد ايه او في خلال فتره قد ايه. تمام. طيب طرق التواصل معاكم؟ طرق التواصل الارقام على الشاشه، هيتصلوا بيها هيلاقوا فريق طبي مختص بيتواصل معاهم وبيشوف احتياجاتهم ايه بالظبط ومحتاجين ايه وهيوفر لهم كل حاجه. حلو. طيب شركه باكس فارما عامله دلوقتي برودكت حلو، مكمل غذائي حلو فيه كل الفيتامينات ووقائيه وكل حاجه. هل الشركه بقى بتاعت حضرتك باكس فارما بتراعي بقى الثمن؟ لان انت عارف دايما بيبقى فيه كل اللي عايز يجيب مكمل غذائي بيبقى فيه تخوف من ان السعر يبقى غالي. تمام. لا ومن ناحيه الاسعار الموضوع في متناول الجميع على فكره، بشكل يعني انت لو سالوا على الاسعار الموضوع سهل جدا. انا هسال يا دكتور. لا اسالي. انا هسال. اسالي وهتلاقيه كمان متوفر جدا وبسيط، يعني سعره بسيط جدا بالنسبه للاسعار اللي موجوده في السوق. لا هو سعره يعني كويس جدا جدا. يعني هيعجب الناس جدا بصراحه. الكورس كله على بعض رقم مش ضخم خالص. يعني تماما. والناس تقدر تتواصل معاكم عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه في أي وقت، ونعمل هيلاقوا حد بيرد عليهم طبيا، يعني هتلاقي دكتور بيرد عليهم كمان مش اي حد. اوكي. طبعا. احنا بنشكرك جدا يا دكتور. خلصت فقرتنا وانت منورنا دايما في فقرات تانية ان شاء الله نتكلم فيها عن صحه الجسم والعظم والفيتامينات ونستفيد من حضرتك. بإذن الله. للاسف خلصت فقرتنا النهارده، استنونا في فقرات تانية كتير. باي.